بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنشرح مع بعض الجزء الخاص بالاكسبيرمنتس بتاعه الفلويد اللي اشتغلناها مع المعيدين في المعمل، وان شاء الله مش يعني هنحط نوتس عليها بحيث نفهمها ونفهم نتكلم عليه ونقدر نجاوب اي اسئله ممكن تتسال لنا. ملحوظة طبعا اللي بيشرح اصلا دلوقتي طالب زي زيكم، فوارد انه يغلط، وارد انكم ما تفهموش قوي منه، بس احنا بنحاول مع بعض نفهم حاجه كويسه ونطلع شغل كويس، نساعد بعض. تمام. بدون مقدمات بقى كتير هنخش في الشغل على طول. يعني اول حاجة عندي انا بشتغل على 3 تجارب. اول تجربة عندي ال pressure distribution على السلندر، تاني تجربة ال pressure distribution على الايروفويل، تالت تجربة بقيس الليفت ودراج على الايروفويل. هشتغل في اول تجربة السلندر pressure distribution. انا بقيس التجربة ازاي؟ انا بيكون عندي سلندر، تمام، بوصل على نص السلندر دي 19 تيوب او 19 بورتس، ال 19 تيوب او 19 بورتس متوصلين على نص السلندر ومتوصلين على تيوبس او على فلويد، بحيث اي تغيير في الضغط يحوله للبريشر هيد ممكن اقراه على التيوبس دي. انا متوصل ل 20 تيوب ازاي؟ لو انا مثلا رسمت هنا سلندر حقيره كده، تمام، هنا مثلا هقول ان ده الوين تانل بتاعتي، ونفس الحكاية هنا. هنا اتجاه الفلو اصلا انا ما بعرفش ارسم على الرسام بصراحة، فانتوا استحملون اصلا عشان المفروض الباد اللي كانت هنا الاخ بدر جزاه الله خيرا يعني خدها مع البي، المفروض ان ده اتجاه الفلو. تمام. انا التيوبس بتاعت البورتس بتاعتي موزعه على نص سلندر، بدايه من اول نقطه اللي هي في اتجاه الفلو او بيربنديكولار اتجاه الفلو. اول نقطة ادي 1 2 3 4 5 وهكذا، بعدت 19 تيوب او 19 بورتس موزعها على اول نص سلندر او النص اللي هو النص اللي تحت بالنسبة لنا او بالنسبة للفيو اللي احنا شايفينه. فانا لما اجي اخد القرايات دي واسجلها هعمل لها ميرور لان السلندر بتاعت سيمتريك، علشان اجيب البريشر ديستريبيوشن على السلندر كامل. ده شكل القرايات اللي بيجي. طب انا بتعامل مع القرايات دي ازاي؟ لو انا عديت اصلا التيوبس اللي عندي دي هلاقي 20 تيوب، 20 تيوب انا بشتغل عليها. ادي اول تيوب قدامي اللي هي رقم واحد اللي في وش الفلو على طول، بعد ادي التيوب الثانيه، ادي التيوب الثالثه، وهكذا لجايه التيوب رقم 20. التيوب رقم 20 دي متوصله بالاتموسفير، يعني دي الريفرنس بتاعي اللي انا هقيس من عليها الهيد، الهيد او البريشر عند التيوب او البورتس او النقط المتوزعه على المحيط بتاع السلندر بتاعي. تمام. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انا لو عندي سلندر حاططها في الاتموسفير او حاططها في الهواء الجوي والهواء ساكن عليها والهواء اتريست ما بيتحركش، تمام، لو ايه الضغط اللي بيأثر على السلندر بتاعتي؟ بلاقي ان الضغط اتموسفير، ضغط ثابت. طب انا لو بدأت احرك الهواء بسرعة معينة، كلنا عارفين طبعا ان كل السرعة ما بتزيد الضغط بيقل، فانا لو قلت عن الضغط الجوي هيحصل فاكيوم، يبقى كل القيم اللي عندي هتبقى نيجاتيف، نيجاتيف يعني فاكيوم على البريشر او على السلندر بتاعتي، يبقى كل القيم اللي هنا هلاحظ انها نيجاتيف. طب انا عرفت منين انها نيجاتيف؟ كل البورتس دي متوصله بالنقطه معينه، النقطه دي لو حصلت عندها نيجاتيف او فاكيوم هلاقيها منها بتسحب الليكويد لفوق، وده طبيعي لان اصلا البريشر بيقل. طب انا بقيس ازاي على القرايات دي؟ انا عندي الريفرنس بتاع الاتموسفير، باخد قرايه الاتموسفير اطرحها او اقول قرايه الاتموسفير ناقص باقي القرايات، سي مثلا قرايه الاتموسفير ب 50 والقرايه اللي جنبها على طول دي طلعت مثلا بماينس 90 او ب 90، تمام، القرايه دي بتساوي كام؟ يبقى بتساوي 50 ماينس 90 اللي هتطلع ماينس 40، وده كلام منطقي لان الهواء بيتحرك على البريشر على السلندر بتاعتي، فالضغط بتاعها بيقل عن الضغط الاتموسفير فبيديني نيجاتيف بريشر او فاكيوم بريشر. وطبعا الليكويد اللي عنده بيطلع لفوق لانه بيحصل فاكيوم على السلندر بتاعتي فبيسحب الليكويد لفوق. لو انا بصيت بلاقي ان القرايات بتزيد ايا كان البريشر ديستريبيوشن هنتكلم عليه دلوقتي، بس عندي تيوب رقم تقريبا 11 13 و14 او 15، التلات تيوب دي البريشر بيقل مره واحده فيهم، البريشر بيقل مره واحده فيهم اصلا وتقريبا بيساوي الاتموسفيريك بريشر، لان التيوبز دي تقريبا مخرومه او بايظه، فانا القرايه بتاعتها غير صحيحه. فايه فكره البريشر بقى ديستريبيوشن كده؟ زي ما قلنا لو فتحنا الرسام الحقير ده تاني، ادي ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل ان الهواء بيعدي هنا وبيمر بقى على، انا بقيس البريشر ديستريبيوشن على نص السلندر دي، والمفروض ان انا على حسب الجراف اللي هيطلع لي هوزعه واعمل له سيمتريك او هعمل له ميرور على النص التاني. لو بصينا هنا
ادي التابيوليتد ريزلت، لو خدت كل بورت او كل بوينت عندي حاطط قدامها الهيد بتاعي. لو بصيت على تيوب 13 وتيوب 15 وتيوب 18 هنقل القيم بتاعتهم تقريبا زيرو او قريبة من الزيرو، واللي حواليها ماينس 41 ماينس 42 ماينس 41، يعني تقريبا القيم دي اصلا غلط علشان تيوب اصلا مفتوح على الاتموسفير. طب ايه الشكل اللي بيطلع لي؟ انا طبعا انا بقيس عند 15، عند سرعة 15 وعند سرعة 16 وعند سرعة 18. لو انا بصيت ادي السرعات اللي عند الاريات المختلفة اللي عندي بلاحظ ان البريشرز بتتغير. ايه الرسمة اللي ممكن تطلع لي؟ لا سحر ولا شعوذة، ادي الرسمة اللي طلعت لي. تمام، الرسمة دي طبعا انا لو اشتغلت على القراية 19 قراية هتطلع لي نص الرسمة. ازاي هتطلع لي نص الرسمة؟ هنجيب مثلا اي شكل خط مثلا، تمام، وهحطه في النص كده لغاية ما اشتغل. الله حركات، مفيش حاجة تقيلة هنا، ايه الافتكاسات؟ بص اهو مش مشكلة، حطي ده حلو شكله حلو. تمام، ال 19 قراية هيجيبوا لي الجزء ده بس من اول، مثلا لو اشتغلنا على الخط الابيض هيجيبوا لي الجزء اللي جاية النص اللي جاية ال 19 قراية نص الجراف. فانا طبعا عشان اعرف ان السلندر بتاعت السيمتريك بعمل لها ميرور. طبعا انا شغال على الاكس وما عملتش ميرور، بس كل اللي انا عملته نقلت القرايات تالي بالعكس ورسمت بدل ما 19 قراية رسمت 18 قراية. طبعا القرايات اللي انا رسمتهم دول طلعت منهم القرايات اللي غلط ما حطيتهاش في الجراف بتاعي. طب ايه تفسير القرايات دي؟ لاحظت هنا ان الجزء كله اللي مرسوم اصلا بقيم نيجاتيف، يعني انا راسم في الفاكيوم وكده، وانا نازل تحت النيجاتيف بيزيد، يعني البروشر بيقل اكتر. ماشي، ايه بقى تفسير القراءات دي؟ هنمشي واحده واحده. لو انا بصيت على تاني السلندر، اول نقطه في السلندر دي ايه اللي بيحصل فيها؟ النقطه اللي في وش الفلو على طول دي اللي بيحصل عندها الاستجنيشن، كل الكاينيتيك انرجي بتاعت الفلو بتتحول لبريشر انرجي، يعني اول نقطه فيها اعلى بريشر. اعلى بريشر عندي البريشر كله نيجاتيف، فاعلى بريشر طبيعي بيوصل للاتموسفير او within range، يعني اللي هو بيقرب من الاتموسفير. فانا لو بصيت النقطة اول نقطة عندي اللي هي عند نقطة واحد بلاقيها تقريبا قريبة من الاتموسفير، القراية بتاعتها ماينس 7 ماينس 7، الهيد بتاعها ماينس 7، يعني تقريبا قريبة من الاتموسفيريك بريشر. وده تفسيرها ان اللي او النقطة اللي في وش الفلو او مواجهة للفلو بيحصل عندها الاستجنيشن، فدي بتديني اعلى قراية اعلى بريشر. طب كل ما ادخل وانا داخل هنا لما الفلو بيعدي في المنطقة دي، لو انا بصيت هلاقي ان المساحة بين الوول بتاعت السلندر والوول بتاعت الوند تانل، بلاحظ ايه اللي بيحصل في المساحة؟ المساحة بتقل. المساحة بتقل يعني المساحة بتقل، المساحة بتقل يعني السرعة بتزيد. يعني ايه السرعة بتزيد؟ يعني الضغط بيقل. فهلاقي هنا لو رجعنا للرسمة بتاعتي تاني بلاقي ان المساحة تدريجيا بتبدأ تقل والسرعة بتزيد، فالضغط بيبدأ يقل اكتر معايا. طبعا لو بصيت هنا الضغط بيقل يعني نيجاتيف بيزيد، بيبدأ يقل لغاية قيمة معينة بيرجع يزيد تاني. طبعا لو انا بصيت برضو على الرسمة القيمة المعينة دي، لو انا بصيت على الرسمة دي لقيت قيمة معينة عند حتة معينة، لقيت ان ايه اللي بيحصل؟ ان المساحة بين الوول بتاعت السلنزر والويند تانل بترجع تزيد تاني. تمام، طب ببص على الرسمة لقيت تقريبا في رينج، الرينج اللي انا ماشي عليه ده تقريبا ثابت. انا هشتغل بقى دلوقتي مش هشتغل على نص رسمة بس، هشتغل على توزيع السلندر كلها، فهمسح ايه الخط ده. طب ليه بقى ايه حكاية الخط الثابت ده او تقريبا الضغط بتاعه ثابت؟ نشوف ايه حكاية الخط الثابت ده. اشوف الاريز اصلا بتاعتي عشان امسح الكلام ده. ما علينا مش مشكلة، انا ما بعرفش اشتغل بالرسم برضو. لو انا ماشي كده، لو انا ماشي ادي الفلو بتاعي ماشي، ايه اللي بيحصل؟ الفلو بتاعي ماشي بيمشي، انا عارف ان الشكل السلندر تقريبا ستريم لاين، فبيمشي بيمشي مع الول بتاع السلندر، يجي عند نقطة معينة بيحصل سيباريشن. ونفس الحكاية من هنا، بيجي عند نقطة معينة هنا وبيحصل سيباريشن، فبلاقي ان المنطقة دي كلها ما فيهاش فلو اصلا، ما فيهاش هواء ملامس للول بتاع السلندر علشان يعمل لي ايه؟ علشان يعمل لي بريشر. فبلاقي ان المنطقة دي اللي بيأثر عليها فاكيوم، مش فاكيوم، هو اصلا كده كده فاكيوم، بس اصلا
التأثير البروشن عندي نتيجة السيبريشن، فبلاقي الضغط عند الحتة دي هي هو الضغط عند دي، الضغط عند دي، الضغط عند دي، لأن ده كله واقع تحت تأثير البروشر، مش تحت تأثير الضغط، تحت تأثير سوري تحت تأثير السيبريشن، مش تحت تأثير ضغط الهواء. فتقريبا ضغط السيبريشن ثابت، فتقريبا بيطلع على الجراف إن المنطقة دي كلها ثابتة. تمام، لو أنا كملت بقية الجراف، طبعا أنا عارف إن الأسطوانة سيمتريك، فبلاقي نفس الحكاية برضو، المساحة بتبدأ تزيد، المساحة بتبدأ تزيد، السرعة بتقل، فالضغط يزيد ومساحة تقل وهكذا لغاية ما كملت الرسمة بتاعتي كده. أول رسمة فيب 15، فيب 16، فيب 18 اللي هي فيب 15 البيض. طب أنا لو زودت السرعة إيه اللي بيحصل عندي؟ لو زودت السرعة طبيعي، لو زودت السرعة الضغط بيقل، فبلاقي إن الجراف كله اتشفت، بقى الضغط بتاعه او النيجاتيف بتاعه اكبر، يعني الضغط بتاعه ايه اللي حصل عنده اكبر. طب برضو لو بصيت على قيم الخط اللي تقريبا الضغط بتاعه ثابت، بلاقي ان قيمة السيبريشن عنده بتزيد، وده كلام منطقي، لان انا لو ماشي بسرعة عالية السيبريشن مش هيلحق ياخد او يمشي على الستريم لاين بتاع الشكل، وهيجي عند نقطة معينة يسيبريت فيها على طول كده، فبلاقي ان السيبريشن هنا بيحصل بدري وبياخد مساحة اكبر، يعني قيمة السيبريشن او قيمة الضغط بتاعة السيبريشن بتقل اكتر. تمام، طبعا خلصنا ده تقريبا الجراف بتاعي واشتغلت عليه ازاي وطلعته ازاي. طبعا الجراف ده اصلا يعني انا اللي عامله، وممكن حد ياخد قرايات جريد تاني. تمام، فطبيعي مش شرط ان الجراف يطلع زي كلنا زي بعض. الفكرة في الجراف او اللي لازم يطلع ان الضغط بيقل بيقل ويجي عند قيمة تقريبا بيرجع يمشي تاني يثبت ويقل بنفس الحكاية او يزيد بنفس الحكاية. تمام، طبعا التكسيرات اللي في الخط دي مش مشكلة، دي فرق قراءات من واحد للتاني. طبعا الكومنتات اللي انا كاتبها او اللي ممكن برضو يسأل في الكومنتات، الكومنت اللي انا مثلا الشيدد، الجزء الشيدد اللي انا معايا في التيبل بتاعي انا ما حطيتوش في الجراف عشان قيم اصلا ايه غلط. طبعا ال 19 قرايه اللي انا حاططها واخدها على نص السلندر، فالطبيعي اللي انا عملت لها ميرور عشان اجيب البروشر ديستريبيوشن على السلندر بتاعتي كامله كده. اول تجربه بتاعت البروشر سلندر، البروشر ديستريبيوشن على السلندر خلصناها مع بعض. تاني تجربه نيجي على الايروفويل بروشر ديستريبيوشن، وده يمكن يعني الى حد ما رخمه شويه. تاني تجربة هنشتغل فيها مع بعض ان شاء الله ال airfoil pressure distribution، وبنفس الكونسبت اللي انا اشتغلت عليه على ال pressures على السلندر، برضو ال airfoil بوصل عليه بورتس. البورتس دي فيها بورت منها او تيوب منها متوصلة لل atmospheric كريفرنس اللي انا اقيس ال heads عند الباقي tubes. طب متوصلة ازاي؟ انا كنت في ال pressure distribution بشتغل على 19 بورت، في ال airfoil بشتغل على 11 بورت متوصلين على محيط ال airfoil. متوصلين ازاي؟ هنحاول نرسم رسمة كده مع بعض ونتخيل شكله. تمام، لو جبنا مثلا الخط ده، لا مش مقتنع انا كده بالرسمة دي. اهو شدوا من هنا كده، لا بقى تاني خلاص بقى، انا خلصت والله. تمام كده، هنتخيل ان ده شكل ايروفويل. تمام، 11 بورتس اللي عندي او 11 تيوب متوزعين ازاي؟ 11 تيوب متوزعين على محيط الايروفويل وعلى جنب واحد، او على اب اند داون، وفوق او حطه تحت. تمام، 11 بورت بوصل بورت هنا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا لغايه 11، بحيث ان انا بقرا البريشر ديستريبيوشن على على جنب من الايروفويل. طب ازاي انا بقرا البريشر ديستريبيوشن فوق والبريشر ديستريبيوشن تحت وال 11 بورت متوزعين اصلا على جنب واحد؟ ودي يمكن حتى عامله كونفيوزنج شويه للناس، بس ان شاء الله هنحاول نفهمها مع بعض. تمام، تمام، لو بصينا على القرايات كده بتاعت على الايروفويل، الماوس بدأ يخرف هو كمان.
هل الـ Airflow Pressure Distribution هاخد مثلا عند Angle of Attack بزيرو. هل الـ Angle of Attack بزيرو مثلا بصرف النظر عن Angle of Attack، لو انا بصيت هلاقي ان القرايات باخدها من رقم واحد لرقم 11 والباقي كله اتموسفير، بقى كله اتموسفير اصلا لانه مش متوصل معايا في الايروفويل. طب انا في الايروفويل انا بهتم بالانجل اوف اتاك، وانا بعمل المفروض انا كل ما بزود الانجل اوف اتاك او لما بزود الطيار مثلا بيزود الانجل اوف اتاك بالطياره بتساعده انه يزود الليفت بتاعها، وهنفهم ازاي. فتاثير الانجل اوف اتاك كريتيكال معايا او امبورتنت معايا ان انا افهم تاثيرها ايه على البريشر ديستريبيوشن اللي بيحصل على الايروفويل عنده، ايه تاثير البريشر ديستريبيوشن بالتبعية على الليفت فورس. انا بفهم الكلام ده من تأثير البريشر ديستريبيوشن او من الرسمة بتاعت البريشر ديستريبيوشن. لو انا برضو دي انجل اوف اتاك بزيرو، انجل اوف اتاك بزيرو يعني اللي فوق والبريشر ديستريبيوشن سيمتريك، يعني نفس القراية اللي فوق هي هي نفس القراية اللي تحت، وطبيعي برضو الايروفويل محطوط في الهواء، الهواء بيتحرك عليه، فكل القرايات هتكون نيجاتيف، يعني الايروفويل بتاعي او البريشر اللي بيأثر على الايروفويل هو كمان بيكون فاكيوم بريشر، ودي كل القرايات اكبر من الاتموسفير او الهيد بتاعها اعلى من الاتموسفير، فهاخد القرايات الفرق بينهم واحطه باشارة ماينس لانه كله نيجاتيف. طب لو دخلت على الرسمة ايه ده الفيل بتاعي، لو دخلت على الرسمة على طول دي طبعا التابيوليتد ريزلت بتاعتي، ادي الانجل اوف اتاك بزيرو، خدت البريشر هيد عند ال 11 نقطة، هدخل على الرسمة على طول هلاقي ان الانجل اوف اتاك بزيرو طلعت للخط ده. طبعا الخط ده نفس الفكرة، البريشر ديستريبيوشن بتاع بالنيجاتيف، ودي نمبر اوف تيوبس. لو انا بصيت لقيت ثانية واحدة رجعنا تاني، لو انا بصيت كنا بنقول على الانجل اوف اتاك بزيرو، لو انا بصيت لقيت انه خط واحد، في الحقيقة هو مش خط واحد، في الحقيقة ان هما خطين ومنطبقين على بعض، لأن انا بطريقة ما بقيس البريشر ديستريبيوشن على النص اللي فوق من الايروفويل وبقيسه على النص اللي تحت من الايروفويل، هو كمان لانه سيمتريك. يعني انا لو رسمت الوول مثلا بتاعت الويند تانل فوق والوول بتاعت الويند تانل تحت، هلاقي ان نفس التأثير اللي بيحصل على البريشر على الوول بتاعت الايروفويل فوق هو اللي بيحصل على الوول بتاعت الايروفويل تحت، فالبريشر ديستريبيوشن فوق هو البريشر ديستريبيوشن تحت. فلو رسمناهم، لو رسمنا الكيرف فوق والكيرف تحت، هلاقيهم منطبقين على بعض. يعني ايه منطبقين على بعض؟ لو انا عايز البريشر ديستريبيوشن او فرق البريشر بينهم عند اي نقطه على الايرفويل، هلاقي ان فرق البريشر ده بزيرو بين فوق وتحت. يعني ايه بزيرو؟ يعني الليفت فورس اللي بتاثر على الايرفويل وانا عند الانجل اوف اتاك بزيرو، مفيش ليفت فورس، ليه؟ البريشر فوق هو البريشر تحت. طب ايه اللي بيحصل لما بزود الانجل اوف اتاك؟ لما زودت الانجل اوف اتاك طلعت لي الرسمه الجانبيه دي، بدا عند انجل اوف اتاك ب 10 وانجل اوف اتاك بماينس 10. يعني ايه انجل اوف اتاك ب 10 وانجل اوف اتاك بماينس 10؟ ودي اللي عامله مشكله للناس. انا طبعا في الطياره عندي مفيش حاجه اسمها انجل اوف اتاك بماينس 10، بس انا ليه حطيت الماينس 10 ده؟ انا عايز دلوقتي اقيس الايروفويل اب البريشر سيبريشن على الايروفويل اب اند داون، اب اند داون يعني انا عايز اقيسه على اللي فوق واقيسه على اللي تحت. لو انا غيرت الانجل اوف اتاك بتاعتي همسح الشكل ده، انا ما اعرفش امسح ازاي بصراحه، نو ليه اللي رجعه ده تاني؟ تمام، هنحاول نرسم اي ايرفويل تاني وهدله انجل اوف اتاك بايه؟ ب10. سي مثلا ده الايرفويل بتاعي وعامله انجل اوف اتاك ب10 مع الهوريزونتال او مع الخط الهوريزونتال هو ده. تمام، لو انا بصيت على الايرفويل فوق
بلاقي ان المساحة بين البريشر الوول بتاع الايرفويل والويند تانل، الوول بتاع الويند تانل، بلاقي المساحة بتتغير. المساحة بتتغير بطريقة ما، يعني السرعة بتتغير، يعني البريشر بيتغير. فالظروف اللي عندي على الوول فوق غير الظروف اللي على الوول تحت، فهلاقي ان البريشر ديستريبيوشن هيختلف. طب ايه حكاية 10 وماينس 10؟ انا دلوقتي علشان اقيس البريشر ديستريبيوشن لازم يكون عندي بورتس متوصلة بالليكويد عشان تسحب، واقرا الهيد معين او اقرا هيد اللي بي انديكيشن البريشر عندي قد ايه. تمام. طب انا البورتس عندي دلوقتي اللي حاصل عندي ان البورتس متوصلة على الجزء اللي فوق بس، يعني اد 1 2 3 4 11 بورت متوصلين على الجزء بتاع الايروفويل. يعني انا اقدر اقرا البريشر ديستريبيوشن على الجزء بتاع الايروفويل اللي فوق بس؟ لا، انا عايز الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت علشان اعرف الفرق بينهم ايه. فاللي بيحصل هنا اللي انا ما عنديش ال 11 بورت اللي فوق عايز اجيبهم تحت، فانا هعمل ايه؟ انا هاخد تأثير او هاخد التأثير اللي بيحصل تحت وانقله فوق. بمعنى انا لو بصيت تحت بلاقي ايه؟ وانا ماشي كده المساحة ما بين الوول بتاع الايروفويل والوول بتاع الوين تانل، لو انا بصيت بلاقي المساحة بتقل. المساحة بتقل يعني اكنه تأثير نزل، المساحة بتقل اكنه تأثير نزل. فانا لو جبت النزل اللي فوق دي او النزل اللي تحت حطيتها فوق هتديلي نفس التأثير، نفس التأثير ده ممكن اقراه. لو قريت نفس التأثير ده يبقى انا جبت تأثير البروشر على الايروفويل اللي تا على الوول وول وول سوري وول الايرفويل اللي تحت، فكده انا قريت البريشر ديستريبيوشن على الجزء السفلي بتاع الايرفويل. طب بعمل الكلام ده ازاي؟ بعمل الكلام ده اضطر برضو اعمل ارسم جنبها. الكلام ده بعمله اللي انا بجيب الايرفويل بتاعي وبدل انجل اوف اتاك ب 10 انجل اوف اتاك بماينس 10. هو يا ابيض يا اسود. خلاص والله مصدقك يعني. تمام، اكمل رسمة الايرفويل. طبعا معلش بعتذر عن الكلام ده كله، بس برضه انا مصمم ان الدير هو السبب عشان كده البدمة هو مش غالي الدهن. سي برضه ان دي انجل اوف اتاك انجل اوف اتاك بماينس 10 مع الهوريزونتال، وده الوول بتاع الوون تانل بتاعتي. ايه اللي بيحصل بقى عشان اقرر بين الرسمتين؟ اللي بيحصل هنا البورتس بتاعتي فوق، انا عشان اقيس البروشر ديستريبيوشن على الوول اللي تحت فبجيب التأثير او الافكت اللي الهواء بيعمله على الوول اللي تحت احطه فوق عند التيوبس. طب ايه اللي بيحصل؟ زي ما قلنا ان المساحة بتقل فتقريبا بيبقى شكل نزل. شفت بقى التأثير ده نقلته فوق اللي انا ميلت او عملت زاوية ماينس 10 عشان تديني نفس التأثير بالظبط. الماينس 10 عملت ليه؟ لو بصيت بين الوول بتاع الايروفويل والوول بتاع السلندر هنا ايه اللي بيحصل في المساحة؟ المساحة بتقل هي كمان، المساحة بتقل، المساحة بتقل. هو تأثير النزل اللي فوق هو اللي تحت. طب ليه عرفت ان هو اللي تحت؟ اولا الايروفويل سيمتريك، ثانيا لو كان التأثير فوق 10 أو عامل أنجل أوف أتاك ب 10 هخليه هنا بماينس 10 عشان تديلي نفس التأثير، فده تأثير النزل. طب المرة دي هل ممكن أقيس تأثير النزل دي؟ أه ممكن أقيس تأثير النزل دي علشان التأثير ده حاصل على الجزء اللي فيه البورتس بتاعتي. طبعا أي راي أو أي بريشر فاريشن بيحصل هنا أنا ممكن أقراه كبريشر هيد في تيوب. ده باختصار فكرة ازاي ان انا بقيس الليفت ودراج بقيس سوري البريشر ديستريبيوشن على الايروفويل. بس طبعا بغير انجل اوف اتاك ب 20 وبغير انجل بماينس 20، هي بجيب اب اند داون على الايروفويل وكده قدرت اقرا الايه البريشر ديستريبيوشن. لو انا بصيت هنا طبعا عند الرسمه الانجل اوف اتاك بزيرو طلعت التو كيرفز منطبقين على بعض، يعني اصلا ما فيش ليفت. طب لو انا بصيت عند الانجل اوف اتاك ب 10، انا هنا مش هقول 10 وماينس 10، لا ده في الواقع الانجل في اتاك ب 10، بس انا بجيب البريشر ديستريبيوشن على التو وولز بتاع الاوريفويل. يعني سي ان انا مش فاكر متذاكر بالظبط
في التجربة التيوبس متوسعة، متوزعة كان فوق أو تحت، فمش هتفرق أيا كان whatever يعني. ده الشكل مثلا سي، إن عند الشكل الأبيض هو هنا بعشرة، سي اللي هو كان فوق أو هو كان تحت. طبعا البريشر الأقل نيجاتيف اللي هو الأكبر بريشر هيكون تحت، عشان طبعا الليفت يأثر لفوق. لو أنا خدت عند أي نقطة، ده من زيرو مثلا لحداشر، ده توزيع النقط بتاعتي، ده توزيع النقط على الإيروفويل. خدت عند أي نقطة أو عند أي سيكشن من الإيروفويل، لو أنا بصيت على الكيرف الأبيض وبصيت على الكيرف الأصفر، في مسافة بينهم. المسافة بينهم ده دلتا بي أو البريشر جريدينت. هنا بريشر وهنا بريشر تاني، الاتنين فاكيوم، عشان الناس بتتلخبط برضو في الحتة دي. في الحتة دي البريشر اللي فوق الإيروفويل واللي تحت الإيروفويل الاتنين فاكيوم بريشر، ولكن الفرق ان الفاكيوم اللي فوق بيكون اقل من الفاكيوم الاكبر من الفاكيوم اللي تحت. يعني عامه برضو الضغط اللي قال اللي تحت اكبر من الضغط اللي فوق، عشان كده الضغط اللي فوق بيشيل الاير فويل او بيرفعه لفوق، وده ما يسمى اللي هو الليفت فورس. لو انا بصيت عند اي سيكشن هلاقي في فرق بين الاير فويل البريشر اللي فوق والبريشر اللي تحت. الفرق ده اسمه الليفت فورس، او القوه اللي بتاثر على السكشن ده بترفعه لفوق. تمام، يبقى انا عشان اجيب الليفت فورس على الايروفويل كله اكيد بعمل انتجريشن. انتجريشن اللي هي مساحه تحت المنحنى، فبلاقي ان المساحه بين التو كيرفز دول هي بتاع انديكيشن للليفت فورس اللي بتاثر على الايروفويل كله. طبعا الرسمه مش طالعه كده بالظبط، بمعنى ان الرسمه اصلا كانت خط تقريبا طالع كده وخط طالع كده وخط طالع كده وخط طالع كده، بس اللي حصل اللي انا بدات او الحتت الزياده شلتها وبدات ونهيت عند نفس النقطه علشان اوضح المساحه، وده اللي يهمني المساحه بين التو كيرفز عشان اللي هي انديكيشن الليفت فورس. تمام، دي انجل وفتاك ب10. المساحه قلنا تاني بتعبر عن الليفت فورس، هنا ليفت فورس بقيمه معينه. طب لو بصيت قارنتها بانجل وفتاك ب20 بلاقي دي المساحة اللي بتعبر عن ليفت فورس بانجل اوف اتاك ب20. طب لو انا قارنت بين المساحة دي والمساحة دي بلاقي ان المساحة دي اللي انجل اوف اتاك ب20 اكبر من عند انجل اوف اتاك ب10، وده كلام منطقي وده اللي بيحصل فعلا. ان انا لما بزود الانجل اوف اتاك بزود الليفت فورس، بزود الليفت فورس بس لقيمة معينة هعرفها في التجربة اللي جاية. بس دي كانت اشكال او الجرافز بتاعت الايرفويل بريشر ديستريبيوشن. والكومنت طبعا ان القرايات اللي انا واخدها دي عند 15، وطبعا البوزيتيف مين الابر سيرفيس او الابر سايد اوف ذا اير فويل، والنيجاتيف اللور سايد اوف اير فويل. وده طبعا الكونكلوجن اللي انا شرحته، ان ده مثلا انجل اوف اتاك بزيرو، مفيش بريشر جريدينت، يعني مفيش ليفت فورس. هنا المساحه دي بتعبر عن الليفت فورس، المساحه دي الليفت فورس، ولما بزود الكريتيكال انجل او بزود سوري الانجل اوف اتاك الليفت فورس بتزيد. تمام، دي طبعا لو فيها حاجة تاني. دي برضو القرايات عند 10 وماينس 10 و20 وماينس 20 وبنفس المبدأ اقدر امشي عليه. ودي قيمة السرعة اللي هي بكام، كانت ب15 كده. تقريبا كده كل حاجة اعتقد في الايروفويل بريشر ديستريبيوشن. التجربة اللي بعد كده الليفت ودراج على الايروفويل. طبيعي طبعا ان انا اير فويل شغال او اي جسم او اي جسم ماشي في فلويد بيتحرك عليه او في ريلاتيف فيلوسيتي ما بين الاثنين، زي ما درسنا في تو فورسز بيأثروا، في دراج فورس موازي لاتجاه الفلو وفي الليفت فورس موازي او بيربنديكولار لاتجاه الفلو. اللي انا يهمني دلوقتي هقيس الليفت والدراج عند الاير فويل عند انجل اوف اتاك مختلفه. طبعا انا عندي حتتين مشكلتين هنا بيظهروا معايا، حاجه اسمها الليدنج ايدج وحاجه اسمها الفلاب. انا بدايه شغلي هشتغل من جير الليدنج ايدج الاول واشوف ايه اللي بيحصل عندي عشان افهم الليفت والفورس. لو انا بعد ما قريت قيم الليفت والدراج، طبعا انا مش موجود هنا هقراها ازاي، فاعتقد انها سهله يعني، فهشتغل على القيم على طول. انا هنا لو بصيت على التيبل اللي عندي ده الفي ب15، السرعه ب15، القيم دي بتاعت عن سرعه ب15، ما ماليش دعوه بالويز ويزاوت ليدنج ايج. فانا هشتغل على فوق، هاخد الانجل اوف اتاك بزيرو و10 و20، ده الليفت فورس ودي الدراج فورس. هشتغل في الطبيعي وزود الليدنج ايج، انا ما عنديش الليدنج ايج، الايج ايه تاثيرها؟ لو انا بصيت ايه اللي بيحصل عندي،
كل ما بزود الانجل في اتاك بلاقي اللي بيحصل، بلاقي ان دراج فورس اللي هي الصفرة بتزيد. الكلام ده منطقي ولا لأ؟ الكلام ده منطقي، لان انا لو عندي ايرو فويل كده الانجل في اتاك بتاعته بزيرو، وايرو فويل كده كده الانجل اوف اتاك بتاعته بزيرو. الدراج فورس بيعتمد على ايه؟ الدراج فورس بيعتمد على حسب الشكل اللي عندي على البروجكتد اريا. لو انا بصيت هنا ادي البروجكتد اريا بتاعتي، البروجكتد اريا اللي في وش الفلو دي، البروجكتد اريا دي عند انجل اوف اتاك بزيرو. طب لو انا زودت الانجل اوف اتاك مثلا على الشكل ده، بلاقي ان دي ايه اللي بيحصل بقى؟ ده هكبر خط شوية عشان تبان. بلاقي ان البروجكتد اريا بتاعتي اللي هو المسافة بين فوق وتحت اللي الفلو بيشوفها، البروجكتد اريا زاد. فطبيعي ان انا كل ما ازود الانجل في اتاك بزود الدراج فورس، ودي مش مشكلة اوي. المشكلة عندي في الليفت فورس. ايه اللي بيحصل في الليفت فورس؟ لو انا بصيت على الليفت فورس، الليفت فورس بتزيد 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 لغايه قيمه معينه وترجع تقل تاني. القيمه المعينه اللي بترجع الليفت فورس بتقل بعدها اسمها كريتيكال انجل اوف اتاك. الكريتيكال انجل اوف اتاك دي قيمه الليفت فورس لو عدتها بترجع تقل. طب بترجع تقل، بيقول لك الطياره دخلت في حاجه اسمها الاسطول. الاسطول الطيار اللي بيطير مثلا ما بيكونش عنده كنترول انه يتحكم في الطياره، او ما بيقدرش يتغلب على الويت بتاع الطياره، فالطياره ممكن تتقلب منه لو ما عرفش يعمل مانوفرنج عليها على طول. فانا دي المشكله عندي اللي هي الكريتيكال انجل اوف اتاك بتحصل، اللي انا ما بقدرش ازود الليفت فور او الانجل اوف اتاك عندي عن قمه معينه علشان الطياره ما تدخلش في الستول. فدي المشكله، انا عندي مشكله الكريتيكال انجل اوف اتاك. احلها ازاي علشان اقدر ازود الليدنج، اقدر ازود الدراج فورس او الليفت فورس، او سوري الانجل اوف اتاك؟ احلها اللي انا ااخر الكريتيكال انجل. بدل الكريتيكال انجل ما بتحصل لي مثلا عند سيتا ما بين 10 و20، بدل ما بتحصل لي عند سيتا ما بين 10 و20، هي تقريبا القيم دي غلط. سي مثلا دي 10 20، بدل ما بتحصل عند سي ما بين 10 و20 اخليها بتحصل ما بين 20 و30. ازاي؟ دي وظيفة بقى ما يدعى بالليدنج ايدج. ايه فايدة الليدنج ايدج؟ هشتغل على واحد جديد. ادي ايرو فويل تاني، لا حول ولا قوة إلا بالله. برضو خلاص بقى، كله بالحب بيعدي. تمام، ده الايرفويل بتاعي. الليدنج ايدج هو تقريبا حاجة عاملة كده، بتتحط في بداية الايروفويل بحيث ان الهواء يعدي من عليه. طب ايه اللي بيحصل؟ الطبيعي من غير الليدنج ايدج الهواء وهو بيعدي، او وهو بيعدي بيجي عند قمة، بيجي عند بيمشي على الفلو وبيجي عند قمة معينة، بيحصل ايه؟ بيحصل سيبريشن. الليدنج ايدج من كلامها من او من معناها انها بتوجه الفلو، بتوجه الفلو، بتخليه يكون ممس اكتر للاير فويل بتاعه وياخد شكل ستريم لايننج بتاعه، بحيث السيباريشن تقلله. بدل السيباريشن ما بيحصل بدري، الليدنج ايدج بتوجه اتجاه الفلو بحيث السيباريشن يحصل متاخر او تقلل السيباريشن على الاير فويل بتاعي. طب ايه علاقه السيباريشن بالكريتيكال انجل اوف اتاك؟ ايه علاقه السيباريشن؟ السيباريشن لو انا بيحصل عندي السيباريشن، الهواء ما بيكونش ملامس للاير فويل، فبالتالي ما بقدرش احصل او ما بقدرش احصل على بريشر جريدينت فوق وبريشر جريدينت تحت، اللي هو بيكون سبب الليفت فورس.
يعني الضغط لما بيتغير فوق عن الضغط اللي تحت، التغير في الضغط ده هو اصلا بيعبر عنه بالليفت فورس، ان الضغط الليفت فورس بترفع الاير فويل لفوق. الضغط ده بيجي منين؟ بيجي ان الهواء ماشي هنا بسرعة غير الهواء هنا ماشي بيه. فانا لو ما عنديش هواء اصلا مش هيكون عندي بريشر جريدينت، فبالتالي ما بكونش عندي الليفت فورس او ما اقدرش اتغلب على الويت بتاعتي، ما بعملش كنترول على التيار. انما انا لو عملت الليدنج ايدج وخليت الهواء ممس اكتر فترة، اطول فترة ممكنة على الايروفويل، اللي هيحصل عندي ان في هواء ماشي على الايروفويل، وبالتالي هيحصل بريشر جريدينت ما بين فوق وبتحت، وبالتالي ممكن اعلي او هلاقي الليفت فورس بتزيد معايا وانا بزود الانجل اوف اتاك. طب نشوف ايه تأثير ده شرح تقريبا بسيط. هي الحتة دي مش علينا يا باشمهندس ياسر، ان مشكلة السيبريشن اصلا دي كبيرة فمش هندخل في تفاصيل فيها، ده بس ده على حسب ما فهمت منه. تمام، لو هنا رسمنا تأثير رسمت الليفت فورس مع السيتا، الخط الابيض بيعبر لي عن الليفت فورس وانا حاطط من غير ما احط الليدنج ايدج، الخط الاصفر الليفت فورس وانا حاطط الليدنج ايدج. طب الليدنج ايدج بتعمل لي ايه؟ لو بصيت من غير حط ليدنج ايدج زي ما قلنا دلوقتي ان الانجل اوف اتاك الليفت فورس بتزيد وانا بزود الانجل اوف اتاك لقمه معينه بترجع تقل تاني. القمه المعينه دي اسمها الكريتيكال انجل، حصلت فين بالظبط ما يهمنيش، هي حصلت ما بين سي مثلا ما بين 10 وبين 15. طب انا حطيت الليدنج ايدج بيقلل لي السيباريشن وبالتالي بيأخر لي الكريتيكال انجل اوف اتاك، وبالتالي ممكن ازود الانجل اوف اتاك بتاعتي علشان اقدر احصل على ليفت اعلى. طب انا بصيت هنا الانجل اوف اتاك اصلا مش موجود، الكريتيكال انجل مش موجود، لا هي موجوده بس انا بدل ما الكريتيكال انجل هتحصل ما بين 10 و15، لا سي مثلا هتحصل ما بين 20 و25، وان الريت بتاعتي لغايه 20. فلو انا كملت رسمه مثلا وزودت انجل اوف اتاك، هلاقي مثلا ان الكيرف ده طالع وبدا ينزل عند انجل اوف اتاك معين. ايه اللي انا استفدته؟ ان ما بين الانجل اوف اتاك هنا مثلا سي انجل اوف اتاك هنا ب 12 والانجل اوف اتاك هنا ب 22، قدرت احصل على 10 درجات ممكن ازود فيهم الانجل اوف اتاك. ال10 درجات دولت بيزودوا لي الليفت فورس بتاعتي. طيب تأثير الليدنج ايدج على دراج فورس، هنا انا راسم الدراج فورس، علاقة من دراج فورس والانجل اوف اتاك سيتا، وطبعا الخط الابيض without leading edge والخط الاصفر with leading edge تقريبا ملوش تأثير. لو بصيت على الرسمة اللي تحتيها انا راسم هنا الدراج فورس والليفت فورس من غير الليدنج ايدج، طبعا الدراج فورس بتزيد كل ما بزود الانجل اوف اتاك، وعرفنا ان البروجكتد اريا بتزيد، والليفت فورس طبعا بتزيد لجات قمه من الكريتيكال انجل وبتقل، اللي هي طبعا وانا مش حاطط ليدنج ايدج. طيب حطيت الليدنج ايدج بلاقي ان الدراج فورس برضو هي بتزيد، لان بتعتمد على البروجكتد اريا بس، والليفت فورس بتزيد لقمه معينه بيحصل عندها كريتيكال انجل اوف اتاك، ولكن القمه دي متشفته بعيد شويه عن لو انا ما استخدمتش الوزاوت ليدنج ايدج. تمام، اخر حاجه فاضلالي اللي انا هنا حاجه اسمها الفلاب. الفلاب دي حاجه إيه اللي هو ايه؟ الفلاب ده الكسره اللي بتكون في اخر الطياره. الفلاب ده فايدته ايه؟ هو مش موجود على الرسم، يعني انا ما حطيتش نقط على الرسم. بص انا هبص هنا مع القيم دي، سواء ويز ليدنج ايج او زاوت ليدنج ايج، هشتغل مثلا على القيمتين دول. ده قيم الليفت ودراج عند 20، ودي القيم ليفت ودراج عند 20، والفلاب اون يعني الفلاب معايا لو في فلاب. لو بصيت على الليفت عند قيمة انجل اوف اتاك ب 20، الليفت ب 2. طب لو فتحت الفلاب الليفت تقريبا ب 4 او 3.73، لو بصيت على دراج 0.95 هنا 2.3. ايه اللي بيحصل؟ ان الفلاب بيزود لي الليفت فورس وبيزود لي الدراج. يعني ايه؟ يعني ايه بيزود لي الليفت فورس وبيزود لي الدراج؟ انا هحاول اشرحها واتمنى يعني يا رب اعرف اوصلها على حسب ما انا فاهم برضو. لو انا بصيت في الايروفويل اللي هو الطبيعي بتاعي مش سيمتريك، بقى بلاقي مثلا
تقريبا بيكون عامل كده. تمام. لا كده زعلت. يعني لحد ما كده ده تقريبا بيكون شكل ايروفويل. اللي بيحصل على الايروفويل بتاعي لو انا عندي الفلو ماشي كده، انا عندي طول او المسافة اللي بيمشي عليها الهواء من النقطة دي للنقطة دي اطول من المسافة اللي بيمشي عليها الهواء دي. بمعنى ان انا عشان جزيء الهواء يمشي من المسافة دي للمسافة دي في نفس الزمن ان الهواء بيمشي فيه من المسافة دي للمسافة دي، فلازم السرعة هنا تزيد علشان يلحق يمشي المسافة الكبيرة دي. طب انا قلت لما السرعة بتزيد، او كلنا عارفين يعني لما السرعة بتزيد عند الول اللي بيحصل السرعة بتزيد البريشر بيقل. فانا لو لقيت السرعة هنا اكبر من السرعة هنا، طب البريشر هنا بيكون اقل. ايه ده مش عارف ايه الرسم ده بصراحة. البريشر هنا على الجنب اللي فوق بيكون اقل من البريشر على الجنب اللي تحت، وبالتالي بلاقي ان البريشر بيزق الايروفويل اللي فوق اللي هي ايه الليفت فورس. نفس الحكاية بعملها لو انا عندي حاطط فلاب. لو انا حاطط فلاب لو هقول مثلا ادي الايروفويل بتاعي وده الفلاب كده، رسمة حقيقية I'm sorry. نفس الفكرة الهواء لو هو ماشي مثلا، ولا اقول لك خلينا نشتغل على الرسمة دي، نرسم الايروفويل الجديد وحركات برضو. بحب الرسم اصلا يعني. بس بقى شكله وحش قوي، استفيد ايه انت يعني؟ مش خط منكسر. بصوا هو اي شكل الفلاب يعني، عايز ارسم خط والله. خلاص بقى ايه، خلاص بقى سي مثلا ده شكل فلاب. نفس الفكرة هنا بتحصل. ايه اللي انا عملته هنا لما انا عملت الفلاب او الكسرة دي؟ لو انا برضو عندي الفلو ماشي كده، باختصار اللي انا عملته ان الفلو وهو ماشي كده بيخي كده خلاص تمام، والفلو وهو ماشي كده تقريبا بيمشي عليه. يعني باختصار اللي انا عملته اللي انا قللت المسافة دي، المسافة اللي الفلو بيمشي عليها تحت الايروفويل، وزودت المسافة ان الفلو بيمشي عليها فوق الايروفويل. يعني ايه قللت المسافة هنا وزودت المسافة هنا؟ قللت المسافة هنا يعني قللت السرعة. انا عندي يعني انا هفترض سيم ان التايم ثابت، الفلو الهواء اللي بيعدي هنا لازم ياخد نفس التايم اللي الهواء بيعدي هنا تمام. قللت المسافة قللت السرعة، هنا زودت المسافة يعني زودت السرعة، زودت السرعة أكتر يعني البروشر هنا إيه اللي حصل فيه؟ قل أكتر. لو أنا بصيت إن البروشر هنا قل أكتر والبروشر هنا زاد أكتر، يعني الديفرنس ما بين البروشر اللي فوق والبروشر اللي تحت أو الجريدينت ما بينهم زاد، يعني الليفت فورس زاد. فده فايدة الفلاب إنه بيزود لي الليفت فورس. طب في المقابل إيه اللي بيحصل؟ لو أنا بصيت على الفلاب، طبعا هو الشكل ده مش باين بس الفلاب عادة بيكون اكبر يعني مرتفع كده شوية. لو انا بصيت هلاقي لو انا رسمت خط كده، بلاش الخط ده، لو انا رسمت خط كده خليه بالاحمر عشان يبان، ده اتجاه الفلو تمام. ايه ده؟ وده الفلاب، الجزء ده الفلاب. اللي انا عايز اقوله دلوقتي تأثير الفلاب على دراج فورس.
انا لما فتحت الفلاب ايه اللي حصل؟ باختصار ان البروجكتد اريا بتاعتي زاد. البروجكتد اريا بدل ما كانت الايروفويل اللي هو من هنا لهنا ده البروجكتد اريا بتاعتي، لا ده البروجكتد اريا بتاعتي زادت وبقت من هنا لهنا، يعني الدراج فورس بتاعتي بيزيد. يبقى انا دلوقتي لما فتحت الفلاب زود لي دراج فورس وليفت فورس، ولكن انا ممكن اتغاضى عن الزياده في الدراج في مقابل انه يزود لي ايه الليفت فورس بتاعتي. وفي واحد انا مش متاكد من دي برضو، ويمكن أنا ما سمعتش من الدكتور، بس حد قال ان الفلاب برضو بيساعدني وانا بعمل لاندنج، اللي انا محتاج دراج فورس اصلا يزيد علشان يوقف الطياره على طول. فقيمه الدراج او الزياده في الدراج دي بستفيد فيها وانا بعمل لاندنج، يعني الفلاب بيساعدني في اللاندنج وبيساعدني في الفلاينج اللي انا بزود الليفت فورس كده تقريبا. وطبعا الكومنتات هي وهو تقريبا الكلام، يعني الكونكلوجن. بس كده تقريبا احنا عدينا على التجارب وقلنا تقريبا يعني الحاجات اللي انا فاهمها او اللي حد ما شغال فيها يعني، ويا رب ان شاء الله اكون قدرت اوصل لكم حاجة. شكرا، جود باي بقى عشان كده كتير بصراحة يعني.